السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم مهندس علي ناصر. الفيديو ده هوضح فيه إزاي بتشتري أونلاين بطريقة بسيطة وبدون ما يكون معاك فيزا. ممكن تعمل خدمة فودافون كاش عن طريق أي فرع فودافون كاش. تروح هناك الفرع ومتاخدش 5 دقايق أو 10 دقايق بالكتير، بتكتب اسمك ورقم بطاقتك وبيبقى الخدمة معاك. عشان تشتري أونلاين بتطلب نجمة 9 شباك عادي، وتبدأ تختار خدمة الدفع أونلاين، تختار رقم 3. بعد كده بيقولك أنت عايز تشتري بقيمة كام. فلنفرض مثلا هتشتري بقيمة 400 جنيه مثلا، يوم مولد لك أو عمل لك كارت تقدر تشتري بيه أونلاين. الكارت ده بيبقى فيه 15 رقم بالمنظر ده زي اي ارقام لاي فيزا، وبيبقى فيه سي في في او رقم سري اللي بيبقى الخلفي 3 ارقام وتاريخ الانتهاء. تعال نعمل كده اكزامبل او نشوف ازاي ممكن نشتري اونلاين. انت الاول بتروح الفرع، بتعمل ايداع بالمبلغ اللي انت عايز تشتري بيه اونلاين، تمام؟ بينزلوا عندك على ايه؟ على حسابك. بتشتري بتطلب طبعا زي ما قلنا نجمة 9 شباك، تختار دفع اونلاين والقيمة اللي انت عايز تشتري بيها، يبدأ يولد لك الكارت. طيب لو شفنا مثلا موقع زي يودمي، لو عايز اشتري من عليه بخش على الكورس اللي انا عايزه، او اي سايت يعني اي حاجة انت عايز تشتريها ممكن تشتريها اونلاين، مفيش اي مشاكل، تمام؟ بس لازم الخطوات دي تعملها على الموبايل بتاعك، مش على سايت، يعني مش على الديسك توب، لازم يكون على الموبايل، لان فودافون كاش ما بيشتغلش غير من على الموبايل. طيب هتدوس باي ناو مثلا، يبدأ يفتح لك ايه، تحط ال 15 رقم بتوع الفيزا اللي هم دول رقم الكارت، وتحط التاريخ مثلا 12 الشهر والسنة 20، والسكيورتي كود اللي هو ايه، السكيورتي كود اللي هو جاي اللي بيجي لك برضو، اللي هم 3 ارقام بتوع السي في في، تمام؟ بتبدأ تحطهم هنا بس، مش لازم تكتب اسم الكارد. وبعد كده بتدوس كومبليت بيمنت، وبتقدر تشتري بطريقة سهلة وبدون ما يكون معاك فيزا او اي شيء. هو ده اللي احنا كنا عايزين نوضحه، وبإذن الله نتقابل في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.